طيب هذا بمواقف الفرق السعوديه. راح نبدا بالهلال. اللي يشوف مجموعه الهلال يعني واقعيا ما في خوف ان الهلال يتاهل، يعني نتكلم على الورق والقلم واللعيبه، الهلال متاهل باذن الله، يعني ما يشكل هاجس للمتابع، المتابع اللي واقعي. لكن وتخسر عادي، ممكن تنهزم في اي مباراه في 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 المجموعات، انا مش متوقع منك تفوز كل المباريات. لكن اليوم المتابع الهلالي منزعج من المستويات ومنزعج من نتيجه اليوم، انه كان متقدم بعدين في لمح البصر في كذا مجموعه اهداف جت ورا بعض، وبعدين ما كان في رده فعل حقيقيه من الفريق الهلالي. هنا اليوم نقول مدرب ولا لاعبين اكثر؟ ايش تبغى تقول ابو تركي؟ ابدا معك. والله شوف، طبيعي يعني، اولا حديثنا عن الهلال، الهلال حضوره اصلا في الاسيويه بالمدرب، بالتحفظات على المدرب، امور فنيه، في اختلاف كثير على اسلوب المدرب، ولا يلام مدرب في مرحله قصيره. يعني من المنطق انك ما تحمل المسؤوليه على مدرب وهو يدير ايضا لعيبه محترفين ومتفاهمين وسبق يحققوا انتصارات وتصدروا الدوري والى اخره. لكن الهلال اليوم زي ما قلت يا ابو وجود، ان تخسر هذا طبيعي كره القدم، 2-1 3، لكن 4. حتى المدرب يقول بعد المباراه، يقول خفت من الهدف الخامس. مدرب الهلال يقول كنت خايف انه يجي هدف خامس في الهلال، دليل انه الفريق اولا لا اعد نفسيا، صحيح لا احترم خصمه، الفريق سجل هدف وهذا طبيعي، ولكن فجاه فقد السيطره داخل الملعب. تحملها لاعبين، تحملها مدرب، حملها مدرب انه يعني خلى الفريق بدون صناعه لعب، بدون محاور، يعني شو اسمه هذا لطيف، اوكي محور دفاعي، لكن ما كان في يومه، يعني كان عبد الله لطيف في المباراه اللي راحت كان افضل، يعني مجموعه عناصر ما كانوا في يومهم. لكن انا وجهه نظري لا تحمل مسؤوليه فقط المدرب، الهلال عنده لعيبه يصنعون الفارق اذا بعد الله اذا اراد. خليني اخذ كلام قد قال ابو نايف قبل كذا على الانديه اللي غيرت المدربين، هم كانوا النصر والشباب والاهلي والهلال. قال، او خلينا نقول النصر والشباب والهلال تحديدا، قال اللاعبين الموجودين راح يلعبون كم مباراه بناء على الذاكره اللي عندهم من المدرب السابق، اللي هو التحرك الطبيعي اللي متعودين عليه. اللعب اذا ما جبت مدرب بسرعه، اللعب هذا اللي بالذاكره اللي عندك واللي انت معتاد عليه حتفقده، وحتبدا تكتشف انه ما عندك حلول فنيه. هل كان المفروض اداره الهلال تحضر مدرب باسرع وقت ممكن؟ يعني الحين قاعدين نشوف، يعني مثلا خلينا نقول الاهلي جاي مدرب في نوعا ما، يعني خلينا نقول في نفس. النصر في وضوح انه على الاقل دفاعيا احسن من اللي قبله، نشوف اللعيبه واقفين كويس. هل الهلال اليوم محتاج فعلا انه يخلص موضوع المدرب؟ طبعا هو مو يعني ما يمكن يكون راي قاطع لا مني ولا من الاستاذ عبد العزيز ولا من أي يعني اي ناقد. بالفعل يعني منطقيا كان في وقت انك تجلب مدرب يتعرف على الفريق اكثر، عنده استحقاقات كثيره اسيويه ومحليه، ولكن تاخرت الاداره، اقنعت الجمهور انه هذا مدرب ومدرب منتخب البرازيل والى لكن ما كان هو مثلا المدرب المناسب، ما وفق. يعني واضح انه ما كان مناسب عفوا على نتيجه اليوم يا ابو تركي. لا 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 تخبر، يعني في مباراتين حلوين لعبهم على لا حلوين، يعني بس مو درجه انت تتصور. يعني الهلال عنده شيء كثير، لكن الهلال طريقته اصبح رجع نفس طريقه رزفان، البريك معك وبعدين اذا تعطلت الجهه من خلل فني جوا الملعب جاء التغيير اللي فيه حماقه، ابعد البريك فلان خلاص. انا ما يعني ما احب المدرب اللي طريقته يقتنع انه طريقته غلط ويعالجها فنيا. الهلال انا اقول المدرب كان بالمكان افضل مكان، يعني لو جلبوا مدرب، لكن الان ما في وقت، بامكان لعيبه الهلال باعداد نفسي. يا جماعه الفرق الاسيويه، فرق الدوري اقوى من فرق المجموعه الاسيويه، كل المجموعات، يعني الفريق اللي تحترمه الى حد ما في الواقع الحالي السد، البقية يا جماعة أندية ما تقارن بالمركز الخامس في الدوري السعودي. لا نضحك على أنفسنا، اللعيبة للأسف لعيبة ما أحترموا الخصم، ما يعني أوكي اللي يجد عذر بيقول لك المعينة المعيوفة، اليوم طالبوا بالاعتزال خلاص، المفترض تكتب خطابك قبل ما تركب، يعني ما يبغى الانفعالات. أنا كذا